هل على المرأة من إثم إذا أظهرت وجهها وكفيها أمام الرجال، وهل يتضاعف الإثم في الحرم؟ نعم، لا يجوز للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها عند الرجال الذين ليسوا محارم لها، لأن الوجه هو أعظم أنواع الفتنة، فلا تظهر وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها. قال الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وضرب الخمار على الجيب يلزم من ستر الوجه، لأن الوجه بين الرأس وبين الجيب، فيلزم من ضرب الخمار على الجيب ستر الوجه من باب أولى. وإذا كان الجيب يجب ستره فالوجه ألزم، لأن فتنته أشد. إذا كان لا يجوز للمرأة أن تخرج قدمها عند الرجال غير المحارم، وهذا بالإجماع ما يجوز لها تخرج قدمها أو قدميها عند الرجال، فأيهما أشد فتنة، القدم أو الوجه؟ الوجه أشد فتنة، والناس ما ينظرون للقدم في الغالب، إنما ينظرون إلى وجوه النساء، لأنها مركز الجمال، مركز الفتنة. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حجاب يعني ساتر من جدار أو باب أو ثوب، حجاب ساتر للمرأة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذه أدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها عن الرجال. نعم.